نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان ليس في الجنة حزن ولا أسف وأنه لا إذا يطول، كان وإذا كان ليس في الجنة حزن ولا أسف نعم وأنه لا يقع في قلب المقصر شيء من الأسف، فما هي ميزة الأنبياء والعلماء والصالحين؟ لا يقع في قلب المقصر شيء نعم شيء شيء من الأسف على ذنوبه ولا إيش؟ لا يقع في قلبه شيء من الأسف أنه يرى ما من هو أحسن منه منزله من الذنوب، فما يدخل الجنة أحد عليه ذنب أبدا، ما يدخل الجنة أحد عليه ذنوب حتى ينقى من الذنوب، حتى إنه لو كان عليه كبائر دون الشرك يعذب بالنار حتى يطهر. يدخل الجنة ليس عليه أي ذنب، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فهي دار الطيبين، فلا يدخلها أحد في قلبه ذنوب أو تقصير أو شيء. نعم. إنما إنهم لا يتغابنون في منازلهم مثل ما هم في الدنيا، كل واحد راضي بمنزلته ولا يرى أن أحدا أحسن منه.